ايه الصوت ده؟ الظهر امل بتولد. انت لو ما اتكلمتش المعلم هيتويك يا شتروفي. ما تخف رجلك يا ضاني شويه، هو الاسرائيلي. ايه ده؟ دم؟ انا وشي تلف. تلف؟ هو مركب في وشه سي دي ولا ايه؟ مش عارف. ارحمنا يا معلم، ارحمني. ارحمك. وانت لما سلبت البضاعه لنفسك وبعتها من ورايا ما رحمتنيش ليه؟ ارحمك يا انت ما تبص عليك الرحمه لان انت عايش في قلبي وضميري. ضميرك انت عياد؟ فين تربتين حشيش؟ حشيش وعلبة صراصير الهلوتة. صراصير؟ وحق من خلقك يا معلم، انا اتنصب عليا جار النهاره. لا عادي مش ما اتنصب عليك. اصحى ياد وشوف بتكلم مين. احنا مش قال هيه ولعب وشخاليل وبتاع وكلام نعناع، لا احنا عيال قدرة وكفاءة ودكتوراه في الحداقة. تاريخك معروف يا معلم ومحدش يقدر ينكره، بس انا جات لي بيعة في البضاعة، بيعة حلوة قوي. قلت ابيع عشان افرح قلبك بتلميذك والنشء بتاعك. اتاري اللي بعتله تلف المصلحة وحلق لي. نخلع. ايه ده؟ مش عارف، احنا مش لسه جايين من هنا؟ اه. لحوا يا ابن الحيطه. لا ازاي المنطقه دي دخلت كردون مباني؟ مباني؟ اه. ايه ده؟ ده بدايه المحور. يبقى مطلع المعادي كده صح؟ معادي؟ ده خفيف قال انت وهو. انا خفيف 23 كيلو من غير البابيونه. وانا 36. طب قدامي يا كتاكيت. طب بالراحه. قول لي بقى شطنوف يا حبيبي، مين دول اللي نصبوا عليك؟ انا اعرف شكلهم لكن ما اعرفش سكتهم. ما انا لو اعرف سكتهم اجيبهم لحد هنا واتلفهم. ايه ده؟ مش عايز تتكلم ولا ايه؟ يا معلم ليه دول بيحوموا حوالين السور يا معلم؟ ايه ده؟ دي بقى الجنينه بقى. علاهم عندك لما اشوف حكايتهم ايه. حاضر يا معلم. يعني ايه جيبهم مشوا تاني؟ هي لعبة؟ أنا عارفهم يا كبير، دول يا إما بيصيعوا يا إما بيتفسحوا. يا خوفي ده ما يحضروش، الدم هيبقى للركب. لا 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 ما تعلقش كده، أنا بحذرك مش هيحصل لنا كويس. على فكرة البدل دي لو اتبهدلت الفرح هيبوظ. هيبوظ. طب شكرا. لو سمحت أخي، ممكن الله يخليك تبعدني عن اللمبة دي شوية عشان هتحرق وشي. ما تحرق. حاضر يا معلم. إيه فلوس؟ أه فلوس. جيب الجواني اتفضل. لا لك الجزمه عدهم لو مش مطمن يعني. ايون هم دول عيال، هم معلمي، هم دول العيال اللي خدوا مني البضاعه وحلقوا لي. حلقنا لك؟ هو احنا في لا مؤاخذه سابق معرفه قبل كده ومن بعض يا استاذ شطنوفي ولا ايه؟ شطنوفي شوف عرفنا معلم، عرفني. يا جدعان انتوا عايزين تسوقوا سمعتي؟ فين الحشيش؟ حشيش؟ ده احنا بنشوف سجاير لمؤاخذة. فين الصراصير؟ كل الفيلم ده علشان صراصير؟ يا عم بكره اجيب لك 15 علبة صرصار وسحليتين هدية من عندي. ما هو البهوات اللي زيكم هم اللي بوظوا الكار. من قديم الأزل والمخدرات هي غذاء الروح. من أيام جد جدودي اللي كان بيبيع زهرة الخشخاش. إيه زهرة الشخشاخ دي؟ كان بيبيع شخشيخ الظهر ولا حاجه. الخشخاش يا جعلة على ابواب المعابد. ايزي ما تنساش 3 يناير 67. 67 استلمت الرايه من الوالد ومسكت الكار. والثمانينات؟ في الثمانينات دخلنا الشام، الاسبراد، ابو صليبه، الحقن. الله. 5 مارس 71. 5 مارس 71؟ حصل ايه في مارس 71؟ ده عيد ميلاد يا معلم. كانت سنة سودة على الكار. على فكرة يا معلم، الشطرنج ده بيضحك عليك وكذاب.
مغرور ومش بيحبنا. انا اللي قرر مين اللي كداب. براء انت يا شتنوفي، خدوا العيال على المخزن اللي فوق السطوح لحد ما يقروا.